القضيه ديال 59 خصكم تعرفوا راه وقعت فيها جرائم حرب، وقعت فيها جرائم ضد الانسانيه. منين جات القضيه ديال المصالحه والانصاف، ولا الانصاف والمصالحه كيف كيسميوها هاد الناس هادو، بعض الاكراميات توزعت على 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 ورثه الاخر اللي مشاو فيها في القضيه ديال الانصاف والمصالحه. الانصاف والمصالحه مع هذه المنطقه خصها تكون مع المنطقه ككل، ماشي مع الافراد. المنطقه اللي عاشت 59، راه 59 وقعت فيها مجازر جماعيه، وقعت فيها اغتصابات جماعيه، وقعت فيها بقر بطون الحوامل، وقعت فيها قتل الرضع، وقعت فيها نهب الممتلكات، وقعت فيها حرق البساتين، وقعت فيها يعني الغضب اللي وقع في 59. إذن الدولة كانت خصها تدير معنا المصالحة مع المنطقة ككل. احنا أيام يعني المرحلة الكولونيالية اللي مع من عشنا هنايا مع الإسبان، كانوا عندنا هنا معامل عدات، مع غير تصبير السمك كانوا عدات معامل تصبير السمك هنا، فما بقى منهم حتى واحد. كانت عندنا الاخر مصنع العجائن، مصنع المشروبات الغازيه، مصنع الاحذيه، مصنع الحلفه، ثلاثه ديال المصانع الحلفه معامل، الى درجه انه كانت عندنا هنايا مدرسه عسكريه لتخريج ضباط الصف. هذه في الايام ديال الحمايه الاسبانيه، ما كان يطلق عليها الحمايه الاسبانيه. فاحنا دابا اصبحنا ما عندنا معمل واحد. إذن المرحله الاستقلاليه بماذا سنباهي به المرحله الاستعماريه؟ بماذا؟ واش بهذ كثره المعامل؟ واش بهذ كذا؟ واش بهذ الله يودي.